إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حفلنا الكريم انطلاقة شوطنا الثامن بتعداد أشواط هذه الفترة المسائية منافسات وانطلاقات سن الحقائق وسن المفاجآت من مسافة 4 كيلومترات لنتابع ونستمتع بهذه الشعارات المتواجدة والحاضرة على أرضية ميدان التحدي لننطلق على أول المراكز لنتابع مع المقدم انطلاقة وتقدم أحد الشعارات المميزة مع انطلاقة سلهود تعود ملكية سلهود. تعود ملكية سلهود لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني على المركز الأول مع الصدارة ثاني المراكز. التواجد من قبل شقموم تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود عبد الرحمن الثاني على ثاني المراكز ثالث التحديات. وتابع تقدم العمال تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني والمركز الرابع. رابع المراكز يتقدم بهذه اللحظات لينطلق المدجل تعود الملكية. المدجل من ينطلق على المركز الرابع تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني تابع محمد بن برقان. المركز الخامس من تصل إلى رابع المراكز يتواجد شاهين على المركز الرابع بهذه اللحظات تعود ملكية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد الثاني ضمر الطالب بن فرج بن أهلي لتابع الزير بعملية التضمير. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة والمتنافسة بمسيرة هذا الشوط. لنعود مجددا إلى أول المراكز لنستجد النداء بمن هو متواجد على المقدمة وعلى الصدارة. سلهود سلهود من يثبت الوجود وينطلق على أرض الكرم والجود مع انتصاب المسافة ليتواصل على أول المراكز. تعود ملكية سلهود لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حمد أو بن حسن الثاني معذرة علي سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني ما يتواجد شعاره على المركز الأول وعلى الصدارة. ثاني المراكز ثاني التحديات تتابع انطلاقة العمال من بدأ يعمل وأيضا يصرع لأيضا نجل الناموس ينطلق إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط يحمل شعار سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني مع المركز الأول. ثالث المراكز ثالث التحديات ثالث الانطلاقات وتابع شاهين على المركز الثالث تعود الملكية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم الثاني تابع طالب بن فرج بن أهلي المركز الخامس أو رابع المراكز من تسلل بهذه اللحظات وانطلق إلى المركز الثالث. غير أمور ثالث المراكز الأسد لأول ندى يصل شعار سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني تابع مسفر بن علي بن عبيد السناري يصل شعاره وينطلق إلى المركز الثالث. رابع المراكز يتقدم بهذه اللحظات ثقيل ثقيل يتواجد بانطلاقة خامس المراكز سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني سالم بن سالم بن قزول من يتابع بعملية التضمير. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة بدأت الأمور تشتد خطورة مع هذه الانطلاقة ومع افتتاحية الكيلو متر الأخير لينطلق مع الصدارة العمال. هذا هو العمال ينطلق مع الصدارة ينطلق مع المقدمة يعمل من أجل الناموس مع انطلاقة أول المراكز ومع المقدمة والصدارة مع أول المراكز يتواجد العمال مع أول التحديات. تعود ملكية السعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني مع المركز الأول ومع الصدارة مع المقدمة مع التحديات. ثاني المراكز يصل سلهود ليعود ويستعيد أمور المنهوبة من قبل العمال. سلهود تعود ملكية سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. المركز الثالث يصل الأسد يصل أسد الميدان ليلتهم الصدارة بانطلاقة نحو فريسته ونحو الناموس.
القوس هذا هو الأسد لسعادة شيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، يتابع مسفر بن علي بن عبيد السناري خبير في التضمير، أيضا أحد الفطاحلة المضمرين الذين يقدمون دائما وابد الأسماء المميزة على ثاني المراكز. ولكن الصدارة ما زالت مع سرهوت من كان قائدا لمجريات هذا الشوط، يستعيد أمور المسلوبة والمنهوبة سلهود والأسد. الأسد وسلهود ثنائية جميلة، حوار ثنائي، أمتار أخيرة متبقية على الناموس. ولكن سلهود هو من يثبت الوجود ويظهر بناموس هذا الشوط الثاني. والتبريكات لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني على هذا الفوز المستحق، والتهاني لابن مقارح المركز الثاني. وصل الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني المركز الثالث، كان وصم قبل العمال لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني المركز الرابع، وصل شغموم لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود الثاني المركز الخامس، كان الوصول قبل الوعب لهجن الوعب. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة وصول سلهود إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدر 6 دقائق. بدانها فخر بالاجماع 6:27:32 الزمن الثاني الثاني. التبريكات لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني على هذا الفوز المستحق ثاني المراكز، كان الوصول من قبل الأسد 6:27:90 الزمن الثانية الثاني. التبريكات لسعادة الشيخ مشعل بن شعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والثاني المسفر بن علي بن عبيد السناري. ثالثا كان وصول قبل عمار 6:28:52 الثاني. التبريكات لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني على هذا الفوز المستحق.